مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير، فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. يبقى أول ما يزهدك في الدنيا ويجعلك تنفر منها وتتركها سرعة زوالها، سريعة الزوال، سريعة، فازهد فيها. الثاني علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل منها خطرا، وهي دار البقاء. إنك تعرف بقى إن بعد الدنيا دي في جنة، جنة لا تقاس الدنيا إليها البتة. هذه الدنيا بالنسبة إلى الآخرة تساوي إيه؟ إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل، يعني في إيده جنيه مزيف، بتقولوا عليه إيه؟ مزور، ها؟ فلوس مزورة، في إيده جنيه مزور، يعني قطعة من الكتاب بتاع الحساب بتاع الأطفال، ها؟ فبتقول له ارمي اللي في ايدك ده وديك 1000 جنيه، ارمي اللي في ايدك ده وديك 1,000,000 جنيه. يرميه ولا لا؟ لو عاقل. لذلك العوض عن الدنيا عظيم جدا. وقلت لكم قبل كده كتير ان الاعرابي قال لامرأة راودته: إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساح. يبقى ما بيفهمش خالص في ال. فكذلك الذي حريص على الدنيا ويبيع دينه من أجلها ده جاهل خالص بالمساحات. الثالث معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا مما كتب له. وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. يعني الإنسان لما يزهد، وزمان قلت لعمنا الشيخ أبو إسحاق الله يشفيه ويعافيه ويشفي مرضى المسلمين ويشفي الشيخ محمد حسان ويشفي كل مريض مسلم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا واشفي كل مريض مسلم يا رب، ان احنا يوم ما ضربناها بالجزمة جت تجري ورانا، وما كنا بنجري وراها ما كناش لقينا. سبحان الله العظيم، هي الدنيا. أن زهدك فيها لا يمنعك شيئا كتب لك، ازهد فيها واللي كتب لك هيجي لك برضو، ما تزهدش برضو اللي كتب لك هيجي لك. حرصك عليها لن يسوق إليك شيئا لم يكتب لك، وزهدك فيها لن يمنعك شيئا كتب لك، اللي كتب لك منها هيجي لك، كده كده هيجي لك، فخذه ممدوحا ولا تحرص عليه مذموما. سبحان الله العظيم. إخوتي من تيقن ذلك
ابن القيم بيقول ايه؟ من تيقن ذلك وثلج صدره به. اهم حاجة ان ينزل برد الزهد على قلبك. هو ده اللي انا كنت بقوله بقى، المعاني، ان يستحضر القلب المعاني ثم يتحقق القلب بها. فإذا استحضر القلب المعاني، معنى الحب حب الله. وكنت لسه دلوقتي بكتب عشان منزلت الشوق، فهكتب في بداية الحب: هل الحب عذاب؟ هل الحب نار زي ما بيقولوا؟ طب حب ربنا ايه؟ الكلام بتاعهم ده في العشق المحرم. الشاهد ايه؟ متى تيقن ذلك وثلج قلبه به. اذا استشعر القلب هذه المعاني نزلت على القلب بردا وسلاما، فيحس بالبرودة في قلبه. عمرك حسيت بدي؟ والله لما تحس ببرد السكينة في قلبك، تحس شعور حسي، شعور حسي.